نحن الآن في قرية آرا في جبل الأكراد. تمكن الثوار بالأمس من إحباط محاولة قوات النظام التقدم نحو هذه القرية. كما نلاحظ هنا هذه البيوت تمكنت قوات النظام من التقدم إليها وسيطرت عليها بعد تمهيد نار كثيف، حيث نلاحظ هنا أشكال الدمار بشتى أنواعه في المنطقة. تمكن الثوار خلال الأيام الماضية من إحباط عدد محاولات تقدم في هذه المنطقة نحو تلة الروس، بالإضافة إلى قرية آرا، وكبدوهم عشرات الجثث قتلى. أيضا تمكنوا من السيطرة على تلة النمر الاستراتيجية. والحديث أكثر عن التفاصيل ننتقل الآن مع الأخ أبو ممدوح القائد العسكري في حركة أحرار الشام الإسلامية ليحدثنا عن تفاصيل المعركة. حياك الله. حياك الله أخ أبو ممدوح. لاحظنا أنكم بالأمس تمكنتم من إحباط محاولتي تقدم لقوات النظام نحو تلة الروس بالإضافة إلى قرية آرا. ما هي تفاصيل هذه المعركة؟ الحمد لله رب العالمين. لقد حاولت تقدم ميليشيات النظام التقدم إلى تلة الروس، وأخذ رغم القصف الكثيف حاول التقدم والطيران حاول التقدم إلى تلة الروس، والحمد لله رب العالمين لقد كبدناهم خسائر كثيرة. وحاول التقدم النظام إلى محور ثاني اللي هي منطقة آرا، تمام. فالحمد لله رب العالمين لقد تقدمنا عليهم نحن بفضل الله تعالى، وتم يعني دحرهم من هذه المنطقة، ولقد سيطروا على هذه المباني كلها الموجودة هنا، والحمد لله رب العالمين لقد كبدناهم هذه الخسائر هنا، يعني هذه بضع بعض الجثث الموجودة في هذه المنطقة. تمكنتم من السيطرة على تلة النمر الاستراتيجية، ما هي تفاصيل عملية السيطرة على التلة وما هي أهميتها الاستراتيجية؟ بعد تقدمات الجيش وصد المحاولات لتقدمات الجيش لقد قررنا بعملية شن هجوم معاكس على تلة النمر التي مطلة على بلدة سلمة، وحاولنا التقدم وسيطرنا على تلة النمر الحمد لله رب العالمين، وكبدناهم خسائر كبيرة في تلة النمر بسبب القصف الكثيف على تلة النمر وسبب الطيران. قررنا بالانسحاب إلى الخطوط الخلفية، خطوط الرباط الخلفية اللي كنا متواجدين فيها. ما هي أهمية المناطق التي تواجدون فيها الآن في جبل الأكراد؟ نحن متواجدون الآن في تلة الروس، وتلة الروس هي نقاط استراتيجية للنظام، وهنا المنطقة يعني مطلة على سلمة وغير سلمة من المناطق التي استولى عليها النظام، والنظام عم يحاول بالمناطق يعني بالتقدم إلى كنسبة هي ما تبقى في جبل الأكراد من القمم العالية الموجودة في جبل الأكراد. ما هي الكلمة التي توجهها إلى قوات النظام التي تحاول التقدم في المنطقة؟ نحن الحمد لله رب العالمين أوجه هذه الكلمة إلى المجاهدين، نحن الحمد لله رب العالمين ثابتون وسنبقى في جبل الأكراد حتى ندحر الجيش النصيري رغم الثلج والمطر والبرد والصقيع الموجود في هذه المنطقة، وأقول لهم أننا الحمد لله رب العالمين ثابتون وسنكبدهم خسائر كبيرة. إذن عشرات الجثث تنتشر الآن في شوارع جبل الأكراد بريف اللاذقية عقب إحباط محاولات تقدم لقوات النظام في المنطقة، وكما رأينا أن الثوار يتوعدون هذه الميليشيات بمزيد من الخسائر. كان معكم أبو اليزيد التفتنازي، قناة الجسر الفضائية، ريف اللاذقية.